عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم ودخلالكم. بس قبل الحلقة مباشرة عندي شوية مفاهيم محتاج إن احنا نصححها، وسألت فيها من امبارح وكتير كتير. النهاردة كان في سجلات على جروبات البنات، وطالما الموضوع بقى محل يعني خليني أظبط لكم بس الشاشة الأول كده. طالما حصل في جدال كده يا جماعة، خلينا نصحح المفاهيم ونشوف هو فعلا الكلام اللي بيدار حوالينا وبيبقى محل اللي طالع ترند ولا مش طالع ترند. وانا بحبش اتكلم في الكلام ده، يعني اصلا هو في وقت، ده رقم واحد. رقم اتنين، ايه اللي هيفاد دي؟ هتتكلم الحالة النفسية لما واحد بيقهر واحدة، وبعدين الحالة النفسية اللي بتحصل، بعدين لازم نغضي بصرنا على الطريق والحالة النفسية اللي بتحصل للنساء، فتضطر ان هي اللي تقص شعرها، واللي مش عارفة تعمل ايه، واللي تصبغ شعرها، او اللي تغير، او الكلام ده صحي ولا لا؟ معلش سامحوني، هو اللي خليني اعدل لكم الشاشة كده. اولا خلينا نتكلم في موضوع الخذلان المتكرر وتكرار بقى الايه، مش بس خذلان، لا ده تكرار التراكمات وما بتتصححش. يعني مثلا يحصل مشكله فما نتصفيش، ما بنعرفش نقول كده صافي يا لبن حليب يا قشطه، ما بنعرفش. وبعدين تراكم على تراكم، وبعدين خذلان مع خذلان، فخلاص بتفقد رصيد الحب زي ما قلنا قبل كده، بيبقى رصيدك صفر اصلا. هل الكلام ده بيؤدي لأقول مثلا اقول انفصال العلاقه؟ يؤدي ان كل واحد يبقى نفسيته زفت. امتى يحصل انتكاسه نفسيه؟ لما ترفع سقف التوقعات قوي في المحبوب اللي قدامك او في الشريك اللي قدامك، ويخذلك من قرب قوي. الخذلان من قرب ده هو ده اللي بيزعل، وده اللي بيحزن، وده اللي يودي حاله نفسيه. موضوع الشعر طبعا انا مش هتكلم فيه، علشان انا انتوا عارفين ده سمتي وده اتجاهي. لكن انا عايزه اقول قيمه الشعر عند البنات، مش ان هو بس انت بره البيت بتتحجبي وجوه البيت بتعملي فورمه، انت بره البيت اديكي مغطيه نفسك وجوه البيت اديكي بتسرحي ولا سايبه منكوش ولا لا 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 لا. يعني انا كان في معايا حاله، الحاله دي كانت تقريبا من 10 سنين، يعني كان 2011 حاجه زي كده. والبنت يعني اصابت بصدمه نفسيه معينه في حياتها، فقدان بقى اهل وكده، وكان الجد هو القريب والام قاسيه، وموال طويل يعني. فابتدت كل فتره تتعامل مع شعرها بحاجه مختلفه، مره تعمل احمر، مره تعمله ازرق ولبني. الازرق واللبني دلوقتي على فكره يعني مش مستهجن جوه البيت طبعا، لكن زمان كان من 10 سنين الدنيا دي يعني مستغربه شويه. المهم انا عايزه اقول ان قيمه الشعر عند البنت ممكن تكون نفسيتها كويسه فهي بتسرح وعامله فورمه، نفسيتها ضربه فهي معرفش ضربه كحكه وخلاص، نفسيتها مش عارفه ايه، فلا انا هصبغ، انا هعمل لون، انا هعمل حنه، طب انا هعمل ده الحصان. يعني الشعر بالذات عند البنات خلاف عند الولاد. الولاد هو اي حاجه وخلاص، مع ان في ولاد يعني لهم تعامل شخصي مع شعورهم. يعني والله انا ما حابه اتكلم في كده، بس خلينا طالما الموضوع انتشر قوي خلينا نتكلم في النقطه دي تحديدا، علشان انا مش حابه ان يبقى في مفهوم غلط يتاصل عند البنات وتطلع لي 13 سنه 14 سنه وتقول لي انا حالتي النفسيه زفت، فانا عشان حالتي النفسيه زفت يا دكتوره فانا هضطر ان انا اشيل شعري واحلق لا 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 لا, لا. لا سبتنا ولا معود. حتى في الحج والعمره ماشي الحلق للتحرر مثلا، وانت عملت ده للرجال وللنساء القص يعني خصله. ليه؟ لان قيمه الشعر عند البنت يعني عايزه اقول كينونتها الى حد في بعض البنات كده، وفي بعض التاني ولا في دماغها، هي عماله تحل في فيزياء ولا بتحب في حساب مثلثات وعماله تتقطع في شعر يعني. لكن معظم البنات قيمة الشعر عندها وشعرها والاهتمام بيه والكلام ده بيبقى قيمة في حد ذاته. لكن كون ان احنا نقصل، خلي بالكم بقى، او ان احنا نبرر، يعني ايا كان النفسية اللي سين وصاد وعين عمله، بحبش عشان بس ما بسكتش كلام على حد، لكن ان يبقى ده ان انا حالتي النفسية فانا هقوم حلقة شعري زلبطة، يعني ما ده لا ده مش صح. او ان انا اصبت بامر معين وعايزه فوق من امر معين فيبقى كده، لا يعني سبحانك يا رب، ده مش صح.
بالعكس احنا كدين، ودايما اسمعوا مني يا بنات عشان خاطري، اسمعوا مني اللي انا بقول لكم عليه ده، احنا كدين احنا مأمورين في ديننا ان احنا لما نصاب بخذلان وحاله نفسيه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، حاجتين بنعمله، التسبيح كتير جدا، التسبيح احب الكلام الى الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، احب غراس الجنه. فلما بعمل حاجه ربنا يحبها ربنا يعمل لي اللي انا بحبه، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فاش احنا ما نزلناش من تحت الحمد لله. عايزه اوريكم الطريقه اعمل ازاي، ممكن افرج واحد كده بس من فوق حاجه صعبه. فطبعا موضوع ان احنا نبقى حالتنا النفسيه حزينه او مكتئبين او انصدمنا في الناس عشان رافعين سقف توقعاتنا، دول بشر، والبشر احنا نتوقع منهم الخذلان، ناقصون يا جماعه، البشر متوقع منه اي شيء، ونخلي توكلنا دايما على ربنا. لكن انا اصلا ان يبقى انا حالتي النفسيه وصاب كذا، طبعا احنا نعذر اي حد بيمر، لان فعلا كسره القلب وحشه قوي، وانك انت تتصدم في اقرب الاقربين اوحش واوحش يعني، والواحد بيحس ان هو فعلا لا انا كده فعلا يعني لا نفسيتي متدمره يعني ماشي، بس انا عندي حلول تانية. لكن انا اصلا في عقول البنات يلا اهو خلاص فاقوم انا كمان حلقه زر، وتلاقي بقى يلا شعار الجروب كذا، الجروب عليه كام يعني، عليه بتاع حوالي 3.5 باين يعني 3.5 مليون، لا حرام يعني، جروبات البنات ومش عايزه اسمي، وانتوا عرفتوا اللي حصل النهارده والنقاش النهارده وما نيمتونيش، فمن فضلك انت وهي لما يحصل موقف معين احنا عندنا الله عز وجل قال لنا نعمل ايه، تمام كده؟ ده جزء، ده المفهوم الغلط الاولاني اللي انا حابه ان انا اصححه، ويا ريت مش بس نصححه، يا ريت ان احنا نلتزم بيه ونبقى فاهمين ان في ديننا في كل الحلول، ما نطلعش بره يا حبيبتي، لا تحلقي زي بطه ولا بطه ولا وزه، مفيش دلوقتي بدور على البط وشيماء وهيزه حاجه مصيبه والله. طيب خلينا ان يبقى ده اول مفهوم. طيب المفهوم الثاني، بصوا يا جماعه، الافوره في الحب قوي، يعني اللي بيظهر حب بطريقه مستهجنه قوي. وانا حكيت لكم موقف قبل كده، في اتنين مخطوبين، راح صحاها الساعه 2 بالليل، انت في فين؟ قالت له يعني سؤال غبي، يعني انا فين الساعه 2 بالليل، انا في البيت. قال لها طب اطلعي البلكونه، طلعت البلكونه، قام جايب لها عصافير، بتقول لي عصافير بقى تاخد الساعه 2 بالليل، وعصافير ولونها اسود، شايفه حاجه بجناحه طايره وهتطلع، ما اعرفش في رساله وبتاع، هو حابب يعمل جو ايماني معين، او مش ايماني اسفه، جو رومانسي معين. فالجو الرومانسي اللي هو حابب يعمله ده، يعني خلوني بس اصلح لكم عشان انا مخرج دلوقتي ومصور وهيصه كبيره جدا. فراح جاب لها كده، وبعدين اداها الحاجه ومشي. بتقول قعد على الحاجه ديت بعديها باسبوع ما يكلمهاش ولا يتصل. ايه اللي افور قوي؟ تمام، هو افور قوي في اظهار المشاعر، وافرت قوي في اظهار المشاعر، وبعدين حس ان طلع كل الطاقه وكل المشاعر في الامر ده، فايه اللي حصل؟ فخلاص، فانتهينا بقى. فخلاص انا مش محتاج بقى ان انا اقول واعمل، ده مش صح. او اللي افوره قوي على السوشيال وعلى بينزل يا عم ما انت ما تقول بحبك ولا اعمل بحبك، هو لازم البشريه كلها تشوف؟ يعني هي لازم الناس كلها تشوف ان ده حب بقى وبتاع وفلان بيحبني والحاجات دي؟ يعني انا شايفه ان اللي بيافور قوي عنده ما بيبقوش تمام، والعلاقه ما بتبقاش كده. ونشوف اللي كان بيقول لها بحبك ومش عارفه ايه وحصل خذلان ايه وكلام ايه، ما تسالونيش ايه اللي بيحصل عشان انا مش فاهمه اي حاجه في موضوع الاخراج اللي انا بعمله، انا بحاول اجيب لكم اي كادر بعيد عن انعكاس الاضاءه يعني. وبعدين من فضلكم ركزوا في اللي انا بقوله، يعني ركزوا، مركزين في الاستيك وفي العصايه والله انا بطلع على اللايف ده بضحك. طيب خلينا نقول نقصل تاني حته، نصحح مفهوم ان اللي بيأفور قوي واللي عايز بيعمل بحبك، شوف حتى انا بقول بص هو ثاني نطق الصح، بيعمل بحبك، يعني صحيح احنا بنحب يقول بحبك وماله، ما يبقوش ابو الهول ما بيتكلمش يقول، لكن في نفس الوقت برضه إيه، لا ما تعمل بحبك، ايه المشكله؟ ويبقى يعني استعينوا على قضاء حوائجكم، ده الحاجه دي محسوطه ومنظوره صدقوني، اللي راح فتحت باب الشقه لقت الصاله كلها ورد احمر مفروش ومش عارفه ايه، وبعدين في الاخر الشقه ولع، يعني الحاجات دي ما فيش داعي ان احنا نظهرها، واللي عايز يحب او اللي جواه مشاعر مش شرط الدنيا كلها يكفي ان حبيبه يبقى عارف. ده تاني مفهوم نصححه. تالت مفهوم بقى،
تالت مفهوم اما تيجي بنت تقول لي اصل فلانه، مش هذكر طبعا انتوا عارفين ما بذكرش اسماء، لكن لما تيجي بنت بنوته لسه 18 19 سنه وتقول لي اصل فلانه قالت الفلوس ما بتجيبش الصحه، ده كلام مش صح. يعني الفلوس ما بتجيبش الصحه والصحه فعلا من عند ربنا، ودي اسباب والكلام ده والشافي والله وكل الكلام ده، بس انت لو معاك فلوس انت هتروح تتعالج في مستشفى دولي وانترناشونال، هتطلع ايطاليا والمانيا وسويسرا وتعمل كذا. يعني ما فيش داعي نزايد على الناس او نقارن حياتنا يا بنات عشان خاطري. ما تقارنيش حياتك ب ب ب ب بفئه ابعد ما تكون عن الواقع بتاعك عشان هم رموز ولا ايا كان، والله رموز ولا اي حاجه ولا الكلام ده. ما تاخدوش قدوه الا النبي عليه الصلاه والسلام وحياه النبي عليه الصلاه والسلام واللي امرنا بيه الرسول عليه السلام واللي امرنا بيه الدين. يعني اي حد تاني عايش ما هوش مثال ولا قدوه، ولا حتى انا اللي بتكلمكم ديت. يعني سبحان زمن فتن وزمن رهيب، فانا اجي اقول اصل فلانه القدوه ولا فلانه الرمز ولا فلانه النجوميه، ما لناش دعوه. حياه مش شبه حياتك، وكل حاله بتنقذ بحالتها، ومش شبه حياتكم، ومش شبه حالنا نقعد نقول اه ومش لا يا حبيبتي سيبك من الكلام ده، عالم عايشين في قصور وبتاع لا يعنيهم بقيه البشر. يعني فكل واحد بيتكلم من مستواه، يعني وماله، اما بنعمه ربك في حال ماشي، ربنا عطى كل واحد ما يتصرف على مقدوره، لكن ما افرضش ده ويبقى البنات تفهم ان ده سمت انا بلزم بيه، او تبقى مقوله وحكمه مسلم بيها ونظريه مسلم بيها انه فلانه قالت ان كذا فيبقى لا 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 لا. تمام، انا عايزه بس الاربع مفاهيم اللي انا قلتهم النهارده دولت يعني تخلوا بالكم منهم. اخر حاجه معلش اعذروني وما قدرتش استنى صراحه ان انا اعمل لكم بس بالنهار، وبصوا مخضاكم بالليل، بصوا الجو عامل ازاي، ممكن اجيب لكم الطريق قدامنا بس مش دلوقتي. ماشي، خلوني بقى اخش على الموضوع الكبير، الموضوع الكبير اللي وانا بقى كلامي النهارده للبنات. ماشي، و انا بكلم الشباب وبنصحهم على فكره وبقول كذا وانتوا بتعملوا وما بتعملوش، لكن النهارده انا لما يكلمني يعني شاب 30 ويبكي ويقول لي يا دكتوره انا عايزه اقول لك على حاجه تقولي لي دي صح ولا لا، وبيحكي لي طبعا موقف زباله، موقف زباله حصل في حياته، حاجه مصيبه 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 يعني. وبعدين بيقول لي انا حاسس ان ربنا كلمني ورد عليا، هو ده صح الاحساس اللي جواه؟ طبعا يعني هو اتعرض للخيانة وشاف الخيانة مرة واتنين بعينه، وسامح مرة واتنين وتلاتة، وبيتصل بي عشان بيقولي انا عارف وسمعت فيديوهاتك ان انت مع الناس، ولسه عاملة بس امبارح على موضوع ان انا يعني بميل اللي التوبة واللي يتوب نتوب عليه، وان شاء الله عنده معاصي ايه وكبائر ايه طالما بيتوب. بس شرط يا جماعة افهموا الكلام صح عشان خاطري، لان كلام الشاب ده بكاني بكاني بجد والله. يعني اه نقبل التوبه، لكن ان صدقت التوبه، لكن يعني التكرار بقى المسامحه، المسامحه يدي للي قدامي حل حلال اللي انت بتعمله واعمل، وهو يغفر لك، زوجك هيغفر لك ولا مش عارفه ايه، ولا مش هيقدروا خساره اصل في اولاد ومش عايزين نشرد الاولاد. لا 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 لا، ما هو من امن العقوبه اساء الادب، والعقوبه احنا ما بنقولش العقوبه ان هنعاقب والكلام ده لا، لكن لازم في وقفه. وان ما كانتش التوبه صادقه الله يخرب بيت النت، وربنا ياخد الراوترات والدنيا طالما بتجيب الخراب للبيت. انت يا بنتي الله يصلح حالك انت وهي، يا بنتي اتقي الله. الست اللي اتجوزت ولا انكتب كتابها على واحد، تتقي الله في الراجل اللي معاها، وتروح تتقي الله فيه، وما تكلمش رجاله تانية. وان جالك رجاله عرف ان دول ذئاب ليلي والله ما هتاخدي من. انا عايزه افهم هو انت طايله ايه؟ يعني انت طايله ايه من حديث شاد قليل ادب وسافل، واحد داخل لك يقول لك وريني كذا وريني كذا وانت لابسه ايه؟ بالله عليك، وانا خليني يعني ازعق ايه اكتر من كده؟ اتخضي من اللي انا بقوله لك، واحذري ستر الله يا بنتي والله، خلي بالك من ستر ربنا عليك، اتقي الله. ولو اتشال الستر مره خلاص، ويتعرف ام العيال دي كذا وكذا وكذا، مش عايزه اقول بالمصري بيتقال ايه وانتوا عارفين اللفظ بيتقال ايه، يبقى ليه نعيش حياتنا واحنا يعني في حاجه. انت اصلا انا عايزه ما خلينا انا واحده ست زيك كده، تعالي بس اما اتكلم معاكي، هو انت ايه اللي عايد عليكي من حاجه زي كده؟ يعني ايه اللي عايد عليكي من كلام مجرد شات؟ ايه اللي عايد عليكي غير ان خراب بيت واتقامت عليكي سمعه سيئه وانت بقيتي في منظور زوجك كذا؟ الراجل بيبكي، اقسم بالله الشاب بيبكي ويقول لي قولي لي يا دكتوره يالا،
قولي لي انا بقيت ماشي في الشارع زي العب مش عارف انا رايح فين، واقول له يا رب يا رب نجيني، الهمني الهمني، انا مش عارف انا اعمل ايه، مش عارف اروح فين واجي منين. فضيحة. قولي انا كلمتك عشان انتي بتميلي للمسامحة، وقلتي في كذا فيديو لو قدرت تسامحها، لو حسنت توبتها يا ابني، لو حسنت سامحت مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة وهي ولا في دماغها، وهي سيئة سمعة مستغلية اصلا، يعني طبك ولا مستغلية العفو ولا مستغلية ستر ربنا عليها وتكرر مرة واتنين وتلاتة. طب ده ايه الوضع في حالة في وضع زي ده، ايه الحل يعني؟ قلت له ادهاني 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 ادهاني، وانا افوقها واعرفها واوريها الدنيا ماشيه ازاي، واوريها مقالات اللي انت بتعملي ايه وعايد عليك ايه اصلا. ان واحد هيقول لك بحبك والواحد بيقول لك كذا، ده سفلات كلها، وش لابسه ايه واعملي ايه وروحي في ايه، الكلام الفاضي ده هوا هوا. عاد ايه بقى؟ ها ايه اللي استفدتيه؟ اشبعتي جسديا ولا جنسيا ولا مشاعري ولا الكلام ده ولا الكلام. شؤم المعصيه مصيبه، شؤم المعصيه مصيبه. ادعو الله سبحانه وتعالى يتوب على الامه، يعني يا تستخدموا النت صح، يا تشيلوا النت من بيوتكم بقى يا جماعه، يا تمسكوا موبايلات وتتقوا الله، ودي تبقى للمصالح والخدمات، يا تشيلوا الموبايلات من نفسه. انا مش فاهمه ده زمن ايه ده، ودي علامات ساعه دي ولا ايه؟ ما يبقى عندك عيال زي الفل جايين بعد شقه 8 و9 سنين وعملتوا عمليه واثنين وثلاثه عشان يجي لك عيل توفر عيل، وفي الاخر تضحي بيهم بخيانه مره واثنين وثلاثه. انا مش عايزه اقول لكم انا قلبي اتقطع ازاي على الشاب ده، مش عايزه اقول لكم انا عملت فيها ايه، مش عايزه احكي، انا عملت كتير يعني. لكن في الاول وفي الاخر اتقوا الله، كن تقوى الله عز وجل قدام عينيكي، هو ده خلاص. حلفت وقالت وهنعمل، ماشي خلاص، وخدنا عليها العود الموثوق وانتهينا خلاص. ادعو الله سبحانه وتعالى بقى لا يتم عليه. قلت له يا ابني ايه نكرر الامر، مش خلاص رابع مره، طب هتعمل ايه؟ يعني هتسامح ايه اكتر من كده؟ هو مايل طبعا مثلا عشان خاطر عيال، يحب عياله جدا، وعمال يبكي على اولاده وكذا وكذا، واربع اولاد وجايين بعمليات وهيصه كبيره. يعني انا صراحه حزينه جدا جدا. زمن خلط المفاهيم، زمن المفاهيم المغلوطه، زمن ان كل واحده تطلع تعمل حاجه، واعتادت ليه الافلام كلها كده، المسلسلات كلها كده، يا ستي ده الاعلانات ذات نفسها كلها كده، فهي حاسه ان شيء عادي. راجل مطحون بره 24 ساعه علشان خاطر يجيب لك اللقمه ويوفر لعياله مكان كويس ولا مدرسه كويسه ولا لقمه كويسه، وانت دايره مع الرجاله ومع فلان وفلان وفلان وفلان. يا شيخة اتقي الله، ما انتش خايفة ما ربنا ينظر اليك والملائكة ذات نفسها تنظر اليك؟ اللي لها صاحبة كده تنصحها، واللي سمعيني وهي على شفا كده ادعو الله سبحانه وتعالى الصلاح، واقول يعني مثلا اقول ايه بس، يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح حال الأمة، اللهم امين. لكن بالوضع اللي احنا فيه ده، ده اسمها مهزلة. ايوه بزعل ما انا بزعق، لازم ازعق عشان انا لما بتنرفز صوتي بيعلى، اعمل ايه طيب؟ حرام والله يا جماعه، بجد والله حرام. يعني والواحد مش بس مستحرم الامر، الواحد بيبقى صعبان عليه خراب البيوت، وصعبان عليه لما ربنا يرزقك بواحد كويس ولسه عايز البيت. مفيش راجل كده على فكره دلوقتي، مفيش راجل بيسامح مره واثنين وثلاثه واربعه، ومفيش راجل يقبل على نفسه ولا على رجولته ولا الكلام ده، ان اللي قدامه تخون ويشوف بعينه ويقرر انه يسامح، مفيش راجل كده. فما يبقى معاكي واحد كده ولسه في فرصه، يبقى في فرصه انك تتوبي يا بنتي، توبي، باب التوبه مفتوح طول الوقت. قومي توضي دلوقتي وصلي ركعتين دون الفريضه، يعني ما يكون يعني خلص عليك عشاء، صلي العشاء وبعدين صلي ركعتين وادعي ربنا سبحانه وتعالى توب عليا يا رب، يا رب والله ما هعمل كده تاني، اخر مره يا رب، يا رب طهرني يا رب، توب عليا التوبه الصادقه النصوح، اصلح حال زوجي يا رب، ابعد عني شياطين الانس والجن، ما دول شياطين، ما دول والله الساعه، انا عارفه انا عارفه ان دي والله علامات الساعه. لسه كنا بنتكلم امبارح في فتنه الدهيماء، وفعلا احنا خلاص في اخر. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، سامحوني ان انا
كنت بزعق، بس واجب علينا ان احنا ننبه على النساء وننبه على البنات الكوارث اللي احنا فيها دي، كوارث بجد. راجعوا الفيديو ده تاني وراجعوا الامر ده تاني. مفيش حاجه اسمها انا بقص شعري فعلشان خده بحلق شعري عشان لا 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 لا. يضيق صدرك خلاص بما يقول، خلاص مش قادر، صلى على الرسول السلام تفرج الهم، سبح بحمد ربك وكن من الساجدين بس خلاص. واحب سبح ده احب الحاجات، احب الكلام الى الله، بعمل الحاجه ربنا يحبها فيعمل اللي انا بحبه. لكن نعذر الناس، نعذر الناس ماشي، كل واحد الكسره زي ما قلت لكم وحشه، لكن ما يبقاش ده مفهوم مرسخ. تيجي البنت تقول لي خلاص انا راح اشيل وراح اعمل جروب فيه 3.5 ليه يا حبيبتي؟ 3 مليون ونص ليه يا ماما؟ ليه؟ ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بصلاح الحال. القاكم يعني بعد اقل من ساعه من الان على اذاعه قناه التناصح وعلى صفحه هلا سمير واليوتيوب. حلقه جديده هنجاوب فيها على الاسئله من الاول، والاتصالات شغاله من اول دقيقه على فكره. مش هرغي معاكم النهارده في اي حاجه، انا رغيت اهو دلوقتي. خلينا نخش على اتصالات على طول ساعه، والقاكم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.